تفضل مهندس، تفضل بلش. تمام، مساء الخير عليكم جميعا، يعطيكم العافية. هاي المحاضرة رقم 14. بهاي المحاضرة مبدئيا خلينا نحكي الفوكس هيكون على انه كيف احنا نصور 360 فيديو فيو للسين تبعنا او البروجكت تبعنا باليونيتي، وهتكون محاضرة خفيفة لطيفة. إذا حسيت إنه في وقت منيح بنهاية المحاضرة ممكن نعمل امبورت أو نعمل سيت اب لسين الجوجل جوجل خلينا نحكي الجوجل كاردبورد للفي ار، فممكن إحنا نعمل سيت اب لبروجكت كاردبورد عشان المحاضرة الجاي. مبدئيا خلينا نبلش. هلأ بالنسبة لمحاضرة اليوم أو الجزء الأول من المحاضرة، فعلياً هشرح لكم كيف هنسجل الفيديو 360، وبعد ما نسجله هنرفعه على اليوتيوب ونخلي اليوتيوب يعرضه بنطاق أو بفيو 360 درجة، ويفعل أو يعطينا الأوبشن أنه نفعل خاصية الجوجل كاردبورد إذا كنا مشغلين الفيديو عن طريق الموبايل. طيب هلأ حتى نبدأ، أنا نزلت أو عملت إمبورت للستارتر أسيتس هاي الباكيج أو هذا السين. إذا بدكم تعملوا إمبورت لنفس السين اسمه ستارتر أسيتس على اليونيتي، ممكن أعمل إنكلود لللينك بالجوجل درايف. anyway اخترت هذا السين حتى إنه يكون فيه خلينا نحكي بعض الإليمنتس، وكمان حتى نغير جو بإشي جديد بمكان جديد. ففيه كولورينج أو فيه إنفايرمنت حلوة، فيه فوق وهكذا، فإحنا ممكن نعمل بالكاميرا شوية موفمنت، نعمل أنيميشن كليب نحرك فيه الكاميرا بالسين، وبعدين نحول الكاميرا ل 360 فيو ونعملها ريكورد. مبدئيا أول شيء هنحتاج نعمله هو إنه إحنا ننزل اليونيتي ريكوردر. هلأ شو هو اليونيتي ريكوردر؟ هو عبارة عن باكيج من اليونيتي نفسها تسمح لنا نعمل كابتشر للجيم وللسين تبعتنا بجودة فعليا عالية، بالإضافة لوظائف تانية طبعا بتتيح لنا. بشكل عام بتستعمل هاي يعني للناس اللي بحبوا يعملوا كابتشر للجيم بلاي أو يعملوا أنيميتد موفي باستخدام اليونيتي. عموما حتى ننزل اليونيتي ريكوردر باكيج اللي بدنا نعمله هو أن نروح على ويندو ونروح على باكيج مانجر. طيب من هون بدنا نروح على اليونيتي ريجستري، واما بنعمل سكرول لتحت لنوصل لليونيتي ريكوردر او نعمل له سيرش من السيرش بوكس. تمام، بمجرد ما نلاقيه هنكبس عليه ونعمل انستول. تمام، هلا بعد ما نعمل له انستول كيف بدنا نقدر نوصل له؟ نكبس على ويندو جنرال ريكوردر وريكوردر ويندو. اوكي، هلا مجرد ما نفتح الويندو ممكن احنا نعملها دوك باي مكان بناسبنا، فانا هعمله هون تحت الجيم فيو. طيب هلا خلينا نعمل او نبدا نعمل سيت اب للريكوردر تبعنا، بس قبل اي شيء احنا فعليا محتاجين ريكوردر عشان تمام. هلا بس نكبس على اد ريكوردر وبدنا نكبس على موفي.
خليني بس أكبر هاي حتى تبين أكثر. أوكي، هلا مجرد ما نعمل أد لريكوردر عندنا بدنا نعدل على الديفولت سيتنجز الموجودة هون. فهلا مبدئيا إحنا من سورس محتاجين بدال ما إنه يعمل ريكورد للجيم فيو اللي هي هاي الويندو، بدنا إياه يعمل ريكورد للي حوالين الكاميرا فعليا، إنه شو ما كانت شايفة الكاميرا بدنا إياه يعمل ريكورد 360 فيو حوالين الكاميرا. فبدنا نغير الديفولت تبع السورس ونحطه 360 فيو. هلا السكند باراميتر اللي بدنا نغيره اللي هو، هلا مش شرط نغيره، بس في عندنا تو اوبشنز، اما المين كاميرا، والمين كاميرا هي اللي بتكون او بتكون موجوده باي ديفولت بالسين تبعنا. هلا المين كاميرا مش شرط تكون انه اسمها مين كاميرا بالسين، بس لازم تكون تاجد مين كاميرا. اوكي، فإذا ما كان عندنا كاميرا بالسين، أوكي، وعملنا نيو كاميرا، بدنا نعطي هاي الكاميرا تاج المين كاميرا حتى إنه يأخذها الريكوردر. هل إذا إحنا ما كنا بدنا نعمل ريكورد من خلال المين كاميرا، بدنا نستعمل كاميرا تانية، فإحنا ممكن نعمل آد لكاميرا، أوكي، بس حتى نميزها خلينا نحكي نوعا ما ونعطيها للريكوردر تبعنا، بدنا نعطيها تاج جديدة. فإحنا ممكن نروح على تاج، نعمل add tag ونسميها مثلا، بدي أعمل plus حتى أضيف تاج جديدة، بعمل دبل كليك على name ولا لا، طيب سوري، بعمل plus وبضيف الاسم على طول، فهي سميها 360 كاميرا وعمل سيف. برجع بكبس على الكاميرا، بروح على التاج وبعطيها 360 كاميرا. هلا بعد ما عطيتها تاج وميزتها من بداخل السين بشكل عام، كيف بدي اعطيها للريكوردر؟ بكبس على الكاميرا تاجت كاميرا وبحط اسمها 360 كاميرا زي ما هي مكتوبة بالتاج، وبهاي الطريقة بلاقي الكاميرا وبصير يستعملها to record بالسين. هلأ for this example أنا هضلني على المين كاميرا وهشيل الكاميرا الجديدة. باقي الأوبشنز، هلأ في عنا الـ output dimension. هلأ بما أنه إحنا عم نعرض 360 view، فإحنا محتاجين الـ width يكون هو الأعرض، فأنه الـ width يعني إن تقريبا بلاندسكيب مود، بس يكون الويث ضعفين الهايت. فاللي بدنا نعمله هون حتى انه نحصل على كواليتي عالية، بدنا نحط 4096 اللي هي من مضاعفات ال 1024 2048 و4096. كل ما علي خلينا نحكي الدايمنشن نوعا ما، بصير عندنا بيكسل بير انش اعلى. فهنخليها 4000 ب 96 ب 2048 اللي هو هذا الويث وهذا الهايت. الكيوب ماب سايز هنخليها 2048 باعتبار 2K يعني. هلا ريكورد ان ستيريو بدنا نعملها انشيك. شو معنات الباراميتر هاد؟ فعليا بصور خلينا نحكي او بعمل ريكورد لنفس الفيو بس مرتين، وبهاي المرتين بكونوا فوق بعض. يعني خلينا نحكي تقريبا، او خلينا نعمل الاوبشن هاد، تقريبا بيعطينا هذا الفيو اذا بنخليه على الستيريو. بس احنا فعليا ما بدنا الفيو هاد، بدنا يكون 360 بصوره واحده.
اوكي تمام، فبدنا نعمل له uncheck للريكورد ان ستيريو. فليب فيرتيكال ما في داعي نعمل اشي. انكلود اوديو في حال انه كان عندنا اوديو بالسين وحابين نعمله انكلود. انا بالنسبة لهذا الفيديو ما في صوت اساسا، ف ما في داعي اعمل له تشيك. الميديا فايل فورمات احنا محتاجين يكون عندنا MP4. MP4 بيعطينا جود كواليتي وسايز، خلينا نحكي اجمالا كومبرست، ف MP4 is good. وطبعا الكواليتي باي ديفولت كل ما كان اعلى كل ما كان افضل الكواليتي تبعتنا وتبعت الفيديو، فهنخليها على هاي. من اخر الاشياء احنا ممكن نسمي الفيديو تبعنا، اوكي ممكن نسميه حسب البروجكت، حسب الاشي اللي احنا عم نعمله ريكورد. اذا كان عندنا سبيسيفيك اليمنت او سبيسيفيك فانكشناليتي بالجيم بلاي فاحنا ممكن نعطيها اي اسم. فمثلا هاي خلينا نحكي 360 تيست او 360 فيو. هلا بعد ما نحط الاسم حتى فعليا اذا عندنا اكثر من تيك اكثر من ريكورد خلينا نحكي لنفس السين وحابين نميزهم على بعض، بدنا نضيف واحدة من الوايلد كاردز. الوايلد كاردز هذه إشي هارد كودد ب مش هارد كودد عفوا كودد باليونيتي، انه ممكن يعطينا يضيف على اسم الفيديو تبعنا، اما اسم الريكوردر، وقت الريكوردر، هذا الفيديو رقم كم او هذا الكابتشر رقم كم، التاريخ، البروجكت اند سو اون. فهاي بتضيف خلينا نحكي إشي مميز على اسم الفيديو تبعنا، حتى انه ما يعمل اوفررايت او ما يصير في كونفليكت بالريكوردينج. فانا بعد 360 فيو بدي اضيف رقم التيك، انه هاي 361 362 اند سو اون. بالنهايه بدنا نختار الباث. اوكي هلا احنا ممكن نغير مكان الباث، ممكن يكون بالبروجكت، ممكن يكون بالاسيتس فولدر جوا البروجكت، او احد الاوبشنز التانيين. ممكن كمان اذا احنا مش حابين انه يكون بالبروجكت اساسا ممكن نروح على الثري دوتس اللي جنب النيم ونعطيها مكان معين عندنا بالدرايف، بس انا اخليها بالديفولت. هلا اذا خليتها بالديفولت هتروح على نفس فولدر البروجكت، ب يعني هتكون موجوده عندي. ثواني اذا بعمل رايت كليك هون بروح اكسبلور هتكون عندي موجوده ب هذا الفولدر. اوكي سوري بهذا الفولدر وهيكون اسمه ريكوردينجز، فاحنا فعليا ممكن نلاقيه بفولدر البروجكت وجواته فولدر اسمه ريكوردينجز. فانا هذا اللي هعمله هخليه بالديفولت خلينا نحكي URL او الباث حتى الاقيه بهذاك المكان بفولدر البروجكت. تمام هلا بعد ما خلصنا وحددنا السيتنجز اللي بدنا اياها، في عندنا كمان شغلات هون اضافيه قديش بدنا الفريمز بير سكند، اذا بدنا اياها 30 60 اند سو اون. انا خليها على 30 وذاتس ات، ما في شيء ثاني انه محتاجين انه نعدل عليه. اوكي هلا جوات السين، بما انه السين كثير ستاتيك وانا حاليا لا، خلينا اختار كاميرا تانية. اوكي اللي هي اعطيناها التاج 360 كاميرا. اوكي بس لانه الكاميرا الاولى محطوطة على بلاير موجود بالسين، هذا سامبل سين من يونيتي، فبس هطفيها واحط الكاميرا تبعتي. anyway دعمل بليس للكاميرا عندي بالسين.
هلا حتى ما يكون الوضع كثير استاتيك، فأنا هعمل أنيميشن أوكي إنه يتحرك حوالين السين تبعي، بس حتى يكون عندنا نوع من الموشن بالريكورد تبعتي. فاللي بدي أعمله نروح على ويندو أنيميشن وأنيميشن، حتى أفتح الأنيميشن ويندو، هعمل كرييت أوكي هك بس على ريكورد. هلا هذا الانيشال فريم او الانيشال بوزيشن اوكي، هروح على 1 سكند او لا حتى خلينا اطولها 2 سكندز، بال 2 سكندز بدي اياه يكون بوزيشن هون، بال 4 سكندز بدي البوزيشن يصير بالزاويه الثانيه، بال 6 سكندز بالكورنر او البوزيشن الرابعه، وفاينلي يوصل. بدي اعمل كوبي للفيرست فريم بس حتى انه يكون عندي خلينا نحكي الموشن عندي سيملس، انه بدايته ونهايته بنفس البوزيشن، حتى انه ما يكون عندي تنتيعه او نحس في شيء غلط بالانيميشن. فاذا بعمل بلاي اوكي، طبعا it's not the best animation بس خلينا نحكي something to work with، بس بدي أضبط البوزيشن هاد حتى ما يدخل بالحيط. اوكي اوكي good enough، فهيك صار عندي animation. خلينا نحكي اذا بعمل play شايفين كيف عم بطلع في تنتيعة صغيرة بس it's okay. هلا بمجرد ما اني اعمل play والanimation شغالة عندي ومحطوطة على loop فهيضل يعيد نفسه، اللي بدي اعمله اني اكبس على start recording. هلا بمجرد ما اكبس على start recording ببلش يعمل record لخلينا نحكي السين والفيو حوالين الكاميرا بشكل كامل. هلا هنلاحظ انه بعد ما كبست الريكوردينج انه صار عندي الفيو بطيء او ابطأ من الطبيعي، وممكن تصير او تكون كثير بطيئة بالنسبة لقديش البروجكت كبير او السين تبعي كبير وفي ديتيلز، بس هذا ببين لك او انه الريكوردينج شغال وقاعد عم بياخد الانفايرمنت تبعتنا، فهو اوريدي عم بيعمل بروسيس الريكوردينج فوق البروسيس اللي هي تبعت انه فعليا عم بشغل لنا الجيم وعم بيعمل بروسيس للجيم. anyway خليني أعمل ستوب حتى أنه ما يكون الفيديو عندي كثير كبير. خليني أروح ل البروجكت فولدر أوكي، هاي عندنا فولدر الريكوردينجز، أشوف بالضبط قديش صور، ممكن أحتاج أعمل ريكورد تاني لأنه I think إني yes طولت عليه صار 30 ثانية. خلينا أعمل كمان واحد سريع سريع أوكي. طيب الروتيشن الوحدة تقريبا 6 ثواني فبكفي لهم. اوكي طيب
لهذا الفيديو تبعنا ال 360 فيو. اوكي هلا مبين انه الفيو ديستورتد لانه هو مصور 360 فمبين نوعا ما ديستورتد. هلا الفكره انه الفيديو او الفايل هاد هو فعليا ما بعرف انه مصور 360. اوكي فحتى احنا نحكي له او نزرع فيه لهذا الفايل انه هو 360 فعليا 360 فيديو ومش فيديو عادي. اوكي بدنا ننزل برنامج اسمه سبيشال ميديا ميتا داتا انجكتر. هلا هذا البرنامج انا اوريدي رفعته على الجوجل درايف، بس اذا احنا نكتب اسمه على الجوجل اوكي على طول بنلاقيه قدامنا، وبنقدر ننزل فيرجن اما للويندوز او للماك. هلا بمجرد ما ننزل هذا البرنامج، هو هذا البرنامج فعليا بيمسك الفيديو وبيغير الميتا داتا، هي يعني خلينا نحكي انه شو هذا الفايل مكون من ايش، شو الداتا اللي فيه، و يعني زي كان بنزرع فيه ديتيل معينة انه this is a 360 فيديو. عموما هلا انا الفيديو بلاير اللي بستعمله فعليا بقدر اشغله او احكي له انه هذا الفيديو 360 بمانيولي، يعني بشكل او انه بغير بالسيتنجز تبعده بالسيتنجز وبخليه بشكل يدوي انه احكي له هذا الفيديو عباره عن 360 فيديو. فانا اذا بعمل للاوبشن هذا انيبل اوكي بصير فعليا بقدر اعمل روتيشن بالفيديو تبعي. اطلع حوالي زي كاني حاط الكارد بورد او الفي ار او وات ايفر. هلا انا بدي احطه اوتو بحيث انه فعليا يحاول يعمل ديتكت بدل ما انه احكي له باي ديفولت انه ذس از ا 360 فيديو. فاللي بدي اعمله انه اشغل البرنامج اوكي انا نزلته اوريدي از رار فايل، فبدي اعمل له اكستراكت، بدي افتح الفولدر اشغل البرنامج اوكي. البرنامج جدا بسيط يعني هاي شغلته، بس بمجرد ما تطلع عنا الويندو هاي بس بدي اخذ النافيجيشن انه وين مكان الفولدر اوكي. مجرد ما تطلع عنا هاي الويندو بيحتاج انه نعطيه الفيديو، فبدنا نكبس على open. انا اوريدي ماسك اليو ار ال تبع الفيديو، فبدي افتح على الفولدر بدي احكي له 360 view take 2 وحكي له open. هلا مجرد ما انه يتعرف عليه احنا بنقدر نحط شو الداتا اللي حابين نزرعها بهذا الفايل. فاول وحده بدنا نتاكد انها محطوط عليها تشيك او صح، اللي هي my video is spherical 360. بعدين بكبس على inject metadata. الاسم المختلف بينهم انه injected، وعمل save. نرجع لمكان الفيديوز اوكي، هذا العادي وهذا الانجكتد. هلا حتى اعمل نوع من التست اوكي انه هو صار 360 فيديو او لا، بدي افتح النون انجكتد فايل اوكي، وبال البلاير تبعي بدي احكي له انه اوتو انيبل 360، مش هعمل اشي خلينا نحكي مانيوال. هيبين معنى انه ديستورتد. اذا بروح على الفيديو الثاني وبفتحه فباي ديفولت بفتح لي 360 فيو بدون حتى مني اعدل على اي اشي فعليا، بدون ما اغير بالسيتنجز بما معنى. تمام
جريت. هلا ايش فكره الانجكشن؟ انه ليش انا بعمل انجكشن لهذا الفيديو بالميتا داتا تبعت ال 360؟ هي فكره حتى الاذر ابلكيشنز او الويب سايتس او وات ايفر، بمجرد ما اني اعطيهم هذا الفيديو بيعمل ديتكت انه 360. فاذا رفعت الفيديو الاول على اليوتيوب ما هيشوفه از 360 فيديو، بس اذا رفعت الثاني هيشوفه باي ديفولت انه 360 وهكذا. فكل البرامج بشكل عام هتشوف هذا الفيديو از 360. اوكي، هلا هروح على اليوتيوب اعمل بلس ابلود. اوريدي ما عندي شانل فاعمل كريت شانل. اوكي، this might check back in a few moments. I hope this won't take time. اوكي جريت. طيب، بمجرد ما اعمل بلس، كبسة البلس او كبسة الكرييت، نقدر اما نعمل سيلكت للفايلز او نعمل دراج اند دروب. اوكي، بمجرد ما اعمل دراج اند دروب التايتل مش هغير اسمه، ما في داعي احط ديسكريبشن. No, it's not made for kids. اوكي، هروح نيكست. ما هعمل اشي بهاي البيج ولا التشيكس. اوكي، هلا عنا هون سيف اور ببلش، انا هحطه انليستد، بما معناه انه اي حدا باللينك او معاه اللينك هو اللي بيقدر يفتح الفيديو، اذروايز ما حدا بيقدر يوصل له. بعمل سيف. هلا هو لسه قاعد عم بيعمل بروسيسنج، ومجرد ما انه يخلص البروسيسنج بصير الفيديو تبعنا ببلشت. اوكي، تمام، هيك صار الفيديو تبعنا published. I believe so. Finish processing before your video is unlisted on YouTube. Okay, close. تمام، إذا بكبس عليه. Okay, still processing. Anyway, هلا فعليا هذا خلينا نحكي ال 360 فيديو. It's very easy. Okay, it's very simple and useful. إذا حابين إحنا نورجي الجيم بلاي تبعنا أو خلينا نحكي to preview الجيم تبعتنا ك VR content، أو مثلا إذا كان عندنا game VR already وحابين نورجي ال environment ب example إنه this is VR, this is how we're gonna see the environment. It's a great preview. اللي حابوا منكم as assignment 4 إنه كل حد يعمل 360 فيديو زي اللي عملناه اليوم. هلا إذا already عاملين البترا سين أو أحد السينز من الأسايمنتس اللي قبل، ممكن تعملوا 360 كابتشر لهذا السين. إذا ما كان عندكم أو ما عملتوا الانفايرمنت، ممكن تنزلوا أي انفايرمنت جاهزة من اليونيتي أسيت ستور ونعمل ريكورد لهاي الانفايرمنت. whatever animation، بحركة بدون حركة، بس انه اهم شيء انه نعمل ريكورد لهذا الانفايرمنت ونعمل نفس البروسيس تبعت اليوتيوب. هلا اذا خلصتوا الاسايمنت وحابين تورجونا اياها، بليز ابعتوها على الواتساب جروب، واذا في عندكم تويتر اكاونت برضو ترفعوها على التويتر اكاونت وتعملوا تاج ل JSSREC iHERITAGE وفي كورس ال VR AR training. Okay, still processing so far.
طب خلينا نعمل ريفرش. طيب واحنا بنستنى، في حدا عنده سؤال على اللي شرحته هلا على ال 360 كابتشر؟ في اي شيء صعب بالموضوع؟ I don't think so. طيب نرجع للشانل كونتنت، كل هذا بروسينج. اوكي طيب جريت، اوريدي صار ببلشت 1080 كواليتي، جريت. هلا اذا بعمل فول سكرين فعليا اون يوتيوب بقدر اطلع ب 360، خلينا نحكي فيو. تمام، هلا اذا بفتحه عن طريق الموبايل، بس حتى اورجيكم الكاردبورد اوبشن. دايركت شو مارس دايركت شو does not support format really. اوكي، لسبب ما اللي بيعمل عندي كاستنج على الجهاز من الايفون مش عم بيقدر يعرض من اليوتيوب مباشرة. anyway، بس عن الكاردبورد اوبشن، وبنقدر بكون مقسوم نصين الفيديو، وزي كانوا احنا لابسين الكاردبورد، فعم بيعطينا الفيو زي لما نشوفه كاردبورد يوتيوب فيو. فعليا بنفس هذا الفيو. هلا مجرد ما انه تعملوها اكسرسايز او تجربوها بايدكم هتقدروا تشوفوا الميزة هاي لما ترفعوها على اليوتيوب. قديش معنا؟ ثلث ساعة. أوكي give or take. طيب خلينا ننتقل شوي للجوجل في ار. أوكي، على نفس البروجكت، ما في داعي أفتح واحد جديد. في شغلة هلا، في حال انه احنا لما نعمل خلينا نحكي امبورت لباكج عن طريق الباكج مانجر، اوكي، وبدنا نعمل له امبورت عن طريق الجيت يو ار ال، هلا باي ديفولت ذس اوبشن دازنت ورك. فلا حتى نقدر نعمل او نعمل اكتيفيت لهذا الاوبشن، في عنا اكسكيوتبل خلينا نحكي سموير بالبروجرام فايلز او بالداتا فايلز تبعت الاوبريتنج سيستم، اللي بالنسبة لي هو هون الويندوز، محتاج executable file اسمه get. هلا هذا الget by default مش موجود،
هلا حتى نقدر نحصله ونقدر نفعل طريقة إنه إحنا نعمل أد عن طريق الـ get URL، اللي بدنا نعمله، أوكي خلينا أفتح الكروم، أوكي برضو هذا هضيفه على الـ document بالجوجل درايف. هذا الويب سايت اسمه get scm. هذا get scm عبارة عن زي version control، برضو نفس كيف الـ git hub، هو فعليا مسؤول، أو الـ git hub والمرتبطين بشكل عام، يعني it's all related، كلهم بيشتغلوا على each other's functions. anyway، فحتى نقدر نحصل الـ get executable بدنا نروح على داونلودز من هذا الويب سايت، نروح على ويندوز. اوكي بالنسبة إلي أنا شغال على ويندوز وهو 64 بت، فبدي أختار هذا الإديشن. أنا أوريدي منزله، أوكي فخليني أفتحه دايركتلي. طيب بمجرد ما اني افتحه، السيت اب تبعه شوي طويل وفيه تعقيدات، بس لنعمله نيكست 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 نيكست، مبدئيا كله نيكست لحديت ما نوصل وين. اوكي لحديت ما نوصل هون، بصير يحكي لنا اذا احنا بدنا نستعمل، اذا بدنا نفتح تيرمينال بده ينزل لنا هو تيرمينال من عنده بدل الـ CMD اللي هو الديفولت تبع الويندوز، اللي هو الكونسول تبع الويندوز اللي هو هاد. فبحكي له لا، انه استعمل الديفولت، ما في داعي تنزل لي شيء، والباقي كله نيكستات. هلا بس ننزله مباشرة ونحاول نضيف باكج من الـ get URL ما هتزبط، لازم فعليا نسكر اليونيتي ونسكر الهب ونتأكد انه مش موجود بالبروسيس فيلدز من التاسك مانجر، بس حتى نتأكد انه بشكل كامل مسكر. بعد ما نزل ما في داعي يعمل ريليس نوتس. اوكي هلا اذا جربت مباشرة، انا اوريدي نزلته، فاذا جربت هلا بيشتغل، بس اذا كانت هاي اول مرة وجربنا مباشرة ما هيشتغل، هيعطينا ايرور. فاللي بدنا نعمله احنا نسكر، نعمل سيف، نسكر البروجكت، نسكر الجيت هاب، اوكي ومن التاسك مانجر سوري من الويندوز بار، لانه بالعاده اليونيتي هاب ما بسكر بشكل مباشر، لازم احنا نروح على اذا بقدر اضيفه هون. يس اوكي لازم اروح على اللي هو الاكسترا ابلكيشنز وادور على اليونيتي هاب واعمل له كويت. اوكي هلا مجرد ما اني عملت له كويت، ومن البروسيسز اذا بدور على يونيتي، اوكي يونيتي لسه موجود عندي، خليني اسكر اعمل ان تاسك. اوكي ما ضل عندي يونيتي. هلا اذا بفتح مرة تانية هيقدر يعمل الـ get executable had detect، وبصير وقتها بنقدر ننزل packages عن طريق الـ get URL. خلينا نرجع للبروجكت اللي كنت فاتحه اللي هو الـ 360 فيديو. اوكي هلا الامور بسيطة، احنا ما هنعمل بيلد بهاي السيشن، ممكن نعمل بيلد السيشن الجاي، بس حتى انه يكون عندنا فكرة كيف نعمل، خلينا نحكي سيت اب للجوجل كاردبورد او الجوجل في ار. اوكي فهنعمل السيت اب هلا بهاي المحاضرة. بداية اللي بدنا نعمله
في another او خلينا نروح للديفلوبرز بورتال تبعت جوجل. اوكي برضو هعمل دوكيمنت واحط فيهم اللينكس. اوكي هلا هاي الديفلوبرز بورتال تبعت جوجل وهاي الكارد بورد خلينا نحكي ويب بيج. من احد الريكويرمنتس اللي احنا فعليا ليش احتاجنا نعمل الجيت يو ار ال انستليشن هو لانه ريكويرمنت للجوجل كارد بورد باكج. اوكي جيت ماست بي انستولد الاكسكيوتبل لازم يكون بالباث المعين او الديفولت باث اللي معطيته الويندوز واللي بيعطيه الجيت. anyway بعد ما ننزل الجيت ويصير ويكون عندنا خلينا نحكي الريكويرمنتس احنا اوريدي اليونيتي فيرجن تبعنا اعلى من الموجود. اوكي بدنا ناخذ هذا اللينك حتى انه نعطيه للباكج مانجر. بعد ما نفتح الباكج مانجر نعمل بلس اد باكج فروم جيت يو ار ال بدي اعمل بيست واعمل اد. هلا بهون هو بيعمل فيتش للباكجز بياخذ الريفرنسز انه وين مكانها وبيعمل نوع من اللينك وبنزلها ومش بس بيعمل داونلود لا هو بيعمل داونلود وامبورت بنفس الوقت. فبجرد ما انه يخلص بنلاقي كل الداتا والفايلز خلينا نحكي الريليتد اسيتس للجوجل في ار بتكون موجوده عندي. خلينا نستنى شوي. اوكي هلا اظن الغالب اذا ما كان الكل فعليا يا اما جهازه اندرويد او على الاقل عنده اكسس على جهاز اندرويد يعني ما اولموست ما في بيت بخلا من الاندرويد. ف بهذا او بالمحاضره الجاي لانه احنا عم ننزل جوجل كاردبورد. هلا جوجل كاردبورد اوف كورس بيشتغل على الاندرويد والاي او اس وبعمل بيلد للاثنين بس لانه احنا او انا شغال على ويندوز ففعليا البيلد الوحيد اللي بقدر اعمله هو على اندرويد. فالمحاضره الجايه هعمل بيلد على اندرويد. another setup thing فعليا احنا محتاجين الموديل او البلاتفورم تبعت اندرويد اللي هي السبورت. فاذا بروح على انستولز وعلى اليونيتي فيرجن تبعي وعلى السيتنجز بوتن اد موديولز بدي اعمل انكلود للاندرويد بيلد سبورت والاوبن جي دي كي والاس دي كي والان دي كي تولز اللي هي كل شيء مختص بالاندرويد بيلد سبورت. هلا مجرد ما اني دخلت الجوجل في ار الجوجل في ار باكج في شغله ثانيه موجوده بالباكج مانجر. اوكي الشغلة الثانية الموجودة بالباكج مانجر أو الجوجل كاردبورد إكس آر بلاجن اللي إحنا هلأ نزلناه في معاه سامبل وكتير إشي خلينا نحكي بسهل ومميز. أوكي إنه إحنا نعمل إمبورت لهذا السين ونقدر نستفيد منه إنه في أشياء خلينا نحكي ممكن نعمل لها زي شورت كات. هلا بعد ما عملت import لهاد السين أو sample scene إذا بفتح عليه من الأسيتس samples Google Cardboard الفيرجن تبع الجوجل كاردبورد هلو كاردبورد لحديت ما نوصل لهذا الفولدر scenes. أوكي في عنا two scenes هفتح الهلو كاردبورد وهذا يكون عندي عبارة عن sample scene.
هلا فعليا هذا السامبل سين كفانكشناليتي اوريدي وركس، بس بما انه احنا لا يعني انا مش رابط موبايل حاليا فور ديباجينج، ممكن اربطه المحاضره الجاي حتى نعمل ديباجينج ل 360 فيوز والفانكشناليتي. بس اذا انا بعمل بلاي هو اوريدي فيه فانكشناليتي الجيز، اللي هو احنا اذا عم بطلع على خلينا نحكي الشكل هذا الشيب اللي قدامي، اوكي إذا بطلع عليه وهذا الأوبجكت بعمل ديتكت إنه أنا قاعد عم بطلع عليه بغير الماتيريال تبعته، فإذا طلعت بعيد بتغيرت الماتيريال، إذا طلعت عليه بتتغير الماتيريال مرة تانية. فهي برضو واحدة من الفانكشناليتيز اللي هنشتغل عليها. وكمان إذا في حدا عنده جوجل كاردبورد أو الريموت، خلينا نحكي اللي هو الكنترولر تبع الجوجل كاردبورد، برضو بيقدر يعمل انتراكشن مع هذا الكيوب. عموما بعد ما خلصنا من السين نروح على فايل بيلد سيتينجز، وبدنا نعمل سويتش بلاتفورم لاندرويد بهاي الطريقة. فعليا هو قبل ما احنا نبلش نعمل خلينا نحكي اي فانكشناليتي زيادة عن الاشياء الاوريدي موجودة عندنا، بربط كل إشي بالسيتينجز بالبلاير سيتينجز، وبهي حاله إنه يعمل بيلد لمين ده الأندرويد بلاتفورم. فبعد ما نعمل إمبورت للجوجل في آر أو الجي في آر بدنا نعمل سويتش بلاتفورم. السويتش بلاتفورم بشكل عام ما بتطول كثير اذا كان البروجكت تبعنا لسه ما فيه خلينا نحكي هالاوبجكتس وهالبريفابس وسكريبتس، يعني ما في اشياء كثير السويتشنج يعمل او يسوي لوك ثرو ونوع من الكونفرت. فكل ما كان الفايلز اقل او بروجكتنا لسه صغير السويتش بلاتفورم بتكون سريعة. فعشان هيك يفضل انه اذا احنا اوريدي عارفين شو البلاتفورم اللي بدنا نعمل له بيلد، يفضل انه نعمل السويتش خلينا نحكي ببداية البروجكت او بالفيز الاول من البروجكت، انه لساته بكون خفيف لطيف. طيب هلا اغلب الستبس اللي بعد ما احنا نعمل سويتش بلاتفورم، اوكي يعني هذا السين مثلا اللي احنا اللي هو السامبل سين من جوجل كاردبورد هو فعليا ريدي تو بيلد، يعني اوريدي فيه فانكشناليتيز خفيفه ممكن الواحد يعملها بيلد ويعمل انتراكشن معها، بس حتى انه يكون عنده فكره انه خلينا نحكي شو البوسيبيليتيز تبعت الـ SDK هاد أو تبعت الباكيج هاي. بس في build settings اللي هو شو الـ graphics API، شو الـ orientation، landscape, portrait، طبعاً by default إنه this should be landscape، بس الـ Unity ما بياخده ما بيعمل lock على الشغلات هاي، فإحنا هاي الشغلات بنعملها manual. فكل الـ build settings هاي هحكي فيها المحاضرة الجاي، بس بدي أعمل one build settings بس يخلص اللي هو بس إنه أحدد للXR management تبع project settings
انه انا عم بستعمل اكس ار وبالتحديد الجوجل كاردبورد، وهيك بكون خلصت بس خلينا نحكي انيشال سيت اب للجوجل في ار. طبعا هلا السويتشنج بلاتفورم عم بياخذ وقت زياده شوي، لانه عندي اسيتس اللي هي تبعت الستارتر اسيتس تبعون يونيتي، فعشان هيك اخذ زياده. هو بالعاده بياخذ دقيقه ونص دقيقتين ماكسيموم، بس لانه عندي اسيتس بزياده فاضطر تو جو ثرو ذم. عموما بعد ما خلصنا اذا بروح على بروجكت سيتنجز، كيف افتح project settings؟ بنروح على file build settings player settings، فby default بفتح لي project settings وبالاخص على player settings. اوكي، هلا هدول كلهم عبارة عن شو build settings تبعوني من ناحية publishing quality resolution، خلينا نحكي graphics APIs، هاي كل الشغلات will go through them المحاضرة الجاي. اللي بدي اياه من البروجكت سيتنجز بس الXR plugin management، ومجرد ما افتح عليه بحكي له انه عم بستعمل cardboard XR plugin، حتى بمجرد ما انه يعمل build هو بيعرف عم بيعمل build لمين ولا شو. وthat's it، هاي محاضرتنا لليوم. اذا في حدا عنده اي اسئلة لو سمحتوا اسألوا، وبتمنى بما انه الاسايمنت خفيف لطيف بتمنى الكل يعمله ويورجينا شغله. بس اشكركم. في حدا عنده اي سؤال؟ الله يعافيك سيف، اشكرك. اي اسئلة على الاطلاق؟ اوكي، شكرا يوسف، ونشوفكم المرة الجاية I think. إن شاء الله تصبح على خير. تصبح على خير، الله معكم جميعا. أهلا، أشكرك، يعطيكم ألف عافية، مساكم سعيد. الله معكم سيدي، أهلا بك، يا مرحبا.